أثارت الممثلة المصرية ياسمين صبري ضجة واسعة بعد ظهورها مرتدية عقداً نادراً أهدته لها شركة المجوهرات العالمية كارتييه لاختيارها كسفيرة لأحد حملات الشركة في منطقة الشرق الأوسط. إطلالة ياسمين صبري أحدثت الكثير من الجدل بين المتابعين، والذين ربط بعضهم بين إطلالتها هذه وعيد ميلاد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي التي كانت متزوجة من زوج صبري الحالي رجل الأعمال المصري أحمد أبو هاشيمة. وأشار المتابعون إلى أن صبري تحاول استفزاز هيفاء وهبي بالثراء الصادم التي تعيشه حالياً بعد ارتباطها بأبو هاشيمة. وكانت أشارت ياسمين صبري في حديث لها مع برنامج إي تي بالعربي عن هذا العقد إلى أنه عبارة عن قطعة نادرة على شكل تمساحين مكون من أكثر من 120 قيراطاً ويحتوي على فصوص من الزمرد والمجوهرات الثمينة باللون الأخضر والأصفر، وأنه تم تصميمه من قبل كارتييه في العام 1975، لافتة إلى أن وزن هذا العقد ثقيل ولكنه يستحق عناء ارتدائه. وكشفت ياسمين صبري أنها ثالث امرأة ترتدي هذه القطعة النادرة بالعالم بعد الفنانة المكسيكية ماريا فيليكس والفنانة الإيطالية المشهورة مونيكا بيلوتشي التي ارتدته في العام 2006 بمهرجان كان. لبسته في العالم هي مونيكا بيلوتشي في 2006 في مهرجان كان. وذكرت الفنانة المصرية قصة العقد وقالت إن الممثلة المكسيكية ماريا فيليكس كانت تمتلك تمساحين صغيرين وذهبت لكارتييه في العام 1975 وطلبت تصميم عقد على هيئة التماسيح، وبعد عدة شهور تم تصميم العقد وأصبح قطعة نادرة يحتفظ بها حتى الآن. وتأتي تصريحات ياسمين صبري لبرنامج إي تي بالعربي بعد مشاركتها في جلسة تصوير دعائية لكارتييه في إمارة دبي. ويشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تثير فيها الممثلة ياسمين صبري الجدل حول إطلالاتها الفاحشة الغلاء، وخصوصاً بعد زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هاشيمة، إذ أنه بدا واضحاً للمتابعين انقلاب حياتها رأساً على عقب. ومن ناحية أخرى، كانت ارتبط اسم الممثلة ياسمين صبري خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو الذي ظهر فيه الفنان المصري عمرو دياب وهو يتعرض لموقف محرج على المسرح على إثر سقوطه أرضاً. وبعد تداول الفيديو هذا ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو آخر ظهرت فيه ياسمين صبري وزوجها أحمد أبو هاشيمة اللذين كانا من ضمن الحضور. وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل كبير إذ أنهم ركزوا على طريقة نظر ياسمين صبري على عمرو دياب، وكان من التعليقات الساخرة ياسمين صبري مش مصدقة إنها شافت عمرو دياب.